فجأة الضربة على العربة، يعني العربة كانت بعيدة عننا، هي الضربة غير مباشرة، بس شظاياها وصلت يعني عيني عيني جلست تقول يابا عيني يابا عيني، يعني ذاك الوقت إيش افتجعت عليها وافتجعت من الشظايا. اضطريت إن مشيت لما خرجت قريب القوس، يعني هذاك الساعة فقدت عينها ربطت عليها بالشال وتابعت طريقي.